شوف أنا ما أخفي عليكم، من سنة 2010 تحولت كلياً الأبل، كل أجهزتي والإيكو سيستم مالتي أبل، وكل مرة يطلع منتوج جديد من عندهم بالبداية أقول آه ما يفيدني، بعد أنا أروح أشتري وأشوفه كلش مفيد. بس طبعاً أهم شيء سوتها أبل هو الآيفون، والآيفون هو اللي بصراحة يعني وصل شركة أبل وأسهمها قيمتها السوقية هاي اللي هي يعني الشركة رقم واحد بالقيمة السوقية بالعالم، تريليونين وشوية دولار. والكلام الآن عن منتوج جديد، كل الناس يقولون أهم إنتاج من أبل حيكون من أيام الآيفون، فخلينا نحكي شنو هذا بعد الفاصل. إيفستيا منصة تداول الأسهم والمؤشرات والعملات الرقمية، مثلا سهم أبل نتكلم عليه بهذه الحلقة موجود بالمنصة للتداول، رابط إيفست بالدسكريبشن موجود للاشتراك والمعلومات الإضافية من خدمة العملاء. إذا ما تعرفون منو أبل، أنتوا جماعة أندرويد، فأبل هي اللي بدأت كل الأفكار والمنتوجات اللي تشوفوها بالسمارت فون، أجهزة السمارت فون السامسونج وهواوي وغيرها من التليفونات، اللي هي بصراحة يعني فكرتها كلها أخذوها من أبل، وكو دعاوي رسمية أيضا فازت بها أبل على هذا الأساس. أبل من يشتغلون على الأقل لحد الآن من يشتغلون وينتجون في شيء يكون بتقنية ممتازة وعالية جدا وبسيط أيضا الاستعمال، يحلون كل المعضلات اللي تواجههم قبل ما يطلعون به، لذلك أنا كلش متحمس لهذا الشيء الجديد. الكلام الآن زاد عن أبل AR headset اللي ممكن تكون نظارات يعني من أبل، طبعا صعب تعرف بالضبط شنو هو بالضبط لأنه الشركة جدا سرية بهاي المشاريع الجديدة وما تكشف أي شيء من البداية، بس تيم كوك لمح بأنه أبل عندها شيء بهذا المجال بلقاء ويا قناة صينية. I couldn't be more excited about the opportunities we see in the space and sort of stay tuned and you'll see what we have to offer. AR headset راح يجمع العالم الحقيقي بالافتراضي، يعني ممكن تشوف معلومات وانت لابس النظارة هاي، إذا هي نظارة تطلع الشاشة عندك وبنفس الوقت تشوف الشارع أو الغرفة، تشوف الناس اللي أمامك اللي حولك، بس أكو معلومات إضافية تنضاف إلها، يعني مثلاً تتمشى تروح مكان معين ما تعرف وين يطيك إشارات يقول لك اطلع منا اطلع منا وين تروح إلى ما يوصلك مكانك، مثلاً أحد يتصل بيك ويطلع اسمع الشاشة، وممكن تكون أكو سماعات أو فتشي فد اختراع بحيث تقدر تحشي من هذا هاي من النظارات. هذا المنتج مو فد شيء جديد أول مرة يسوي، جوجل حاولت تسوي وكان كلش غالي صار 1500 دولار، بعدين وقفوا إنتاجه لأنه ما كان عملي كان عنده مشاكل بها. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. ناتجي أبل وقت مهم لأنه أبل أولاً عندها تجربة جوجل الغير ناجحة على الأقل عملياً، وأبل ما يسوون شيء يسهلوه جدا، فعندهم تجربة صارت قدامهم يعرفون المشاكل اللي صارت ويحلوها. أبل كلش أقوياء بتحديث وتغيير المعمول عليه، لما سووا الآيبود خلوا الكاسيتات والسيديات يعني تنتهي، لما سووا الآيفون نوكيا انتهت وغيرهم انتهوا، لما سووا آيباد خلوا الشركات كلها يقلدوهم يسوون تابلتات، وبعدين الساعة الأبل واتش أيضا. بس صار فترة طويلة الناس وأني منهم يعني نقول إنه أبل ما عندهم في شيء جديد تقدمه، ورغم هذا بعدهم يعني أقوى شركة بالعالم. لا تخيلوا إذا أعلنوا عن هذا المنتوج شو يصير، وإذا طلع منتوج يسوي طفرة شو راح يصير بأسهم أبل. آخر الأخبار تقول إنه الـ AR headset في مراحل الأخيرة وشوفوه للبورد، هذا يعني إنه الإعلان عنه قريب، يقولون البورد حتى وافق عليه، هو يقولون ممكن يعلنون عنه ويا الآيفون الجديد شهر التاسع هاي السنة، بس ممكن ما يباع بالأسواق قبل أشهر، يقولون البيع ممكن يبدي سنة 2023 شهر الواحد، هاي كلها تخمينات. بس هنا تصير تقديراتكم كمستثمرين والبحث أكثر عن الموضوع، لأنه اللي يخمن صح يعني هو يربح. مثلا لو مستثمر $1,000 قبل الآيبود ما يطلع بأسهم أبل كان هسه صارت $400,000، وإذا قبل الآيفون بشوية هم يعني مستثمر $1,000 كانت هسه صارت $76,000. أكو ناس وايد يقولون أنه ممكن هذا الـ AR headset مع الأبل إذا صار مستقبلا يحل محل الآيفون، فإذا صار هذا the sky is the limit مثل ما يقولون الإنجليز. تداول عندما يتداولون. هل أنت مبتدئ وما زلت تتعلم الأساسيات؟
أم أنك لا تمتلك الوقت لمتابعة السوق؟ لا عليك، مع إيفست كابي تريد بإمكانك نسخ أداء أفضل المتداولين لحظة بلحظة. ستنسخ صفقاتهم في حسابك 100% لتحقق لنفسك ما يحققه أفضل المحترفين لأنفسهم. إيفست، الأرقام تحسم.